السلام عليكم، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الوصفه كتجي خطيره وسهله جدا، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، من با 30 مينيت هكا كتوجد عندكم. دابا الجو سخون دغيا كتوجد، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت باش تختمر عندكم، ماشي بحال الا كان الجو بارد. دونك بدا ما تعجزوا، يلاه معايا المطبخ. وصفة اليوم عبارة عن البريوش. هذا البريوش كما كتشوفوه غادي نقدم لكم بطريقه جد سهله وسريعه، ما غاديش تاخذ لكم بزاف ديال الوقت، ميم با 30 مينوت وهي واجده عندكم. سيرتو دابا الجو سخون، دونك بلا ما تعكزوا دخلوا الكوزينه وديروا حتى نتوما، خاصه باللي هذا البريوش ما فيهش بزاف ديال المكونات، ما تحتاجوا لا بيض لا زبده. هاد البريوش درته غير بالحليب وجا غزا بزاف بزاف، كنصحكم تجربوه تردوا عليا الخبر. دونك بلا ما تعكزوا دخلوا، يلا هو دخلوا معايا المطبخ باش توجدوه. المكونات كامله راه كتبتها لكم في الفيديو، ما عليكم سوى مشاهده الفيديو حتى الاخير. وبالصحه والراحه. Thank you.
فهاد المرحله بعد ما نضعف الحجم ديال العجين واختمر عندي مزيان، غادي نحاول نخرج فيه داك الهواء اللي كيكون فيه، وغادي نستعن بشويه ديال زيت المائده غير شويه نديرها في يديا، وغادي نحاول نكور نكور كويرات صغيره بهذه الطريقه، وغادي ندير شويه ديال زيت المائده في سطح العمال وفي يديا غير شويه، ما تكتروش من زيت المائده، وغادي نحاول ندلك كل كويره على هذا الشكل على شكل مربع. وبالنسبه للحشو يمكن لكم تستعملوا اي حشو، يمكن لكم تستعملوا الشوكولا، المكسرات، المربى، اي حاجه. انا كنت بغيت نستعمل الشوكولا ولقيتها كملت عندي ففي استغنيت عنها. غادي نستعمل بهذه الطريقه، كنحاول نحرب له هكا العجين بهذه الطريقه اللي غادي تشوفوا في الفيديو، وغادي نشكل فيه شكل الحلزون بهذه الطريقه، وكنديرو مباشره في المول اللي وجدناه مسبقا، دهنتو مسبقا بالزيت هذا، دهنته بالزبده وصافي كندير فيه العجين. غادي نستمر بهذه الطريقه حتى يكمل العجين كامل اللي عندي، وغادي ندهنه باصفر البيض، وغادي نزينه من فوق بالزنجلان، وغادي نخليه حتى يختمر عندي وندخله مباشره للفرن. هنا دغيا وجد عندي، دغيا اختمر عندي حيت الجو سخون، تقريبا 15 دقيقه لقيتو اختمر عندي. صافي غادي ندخله الفرن يكون مسبقا سخون، ونخليه حتى يطيب على خاطرو، وبالصحة والراحة. هاد اليوم ولا بروش ديال اليوم هو وجد، هذه هي النتيجة اللي غادي تحسوا عليها الا تبعتوا المراحل اللي انا درت بالضبط. ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو في القناة اللي كنتو ناس جداد، وتخليوا الكومونتير وتفعلوا الجرس هكا باش يوصلكم كل جديد اللي كنشر في القناة. كنقول لكم الصحة والراحة، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي.